نبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فريق في الدوري، لكن أكيد عندما يتعلق الأمر بسيدة البطولات نتوقع من سيد أوروبا وفخر لندن أن يكون في المستوى ويمتعان أيضا بمباراة كبيرة الليلة بقيادة تياغو سيلفا العائد إلى أجواء المنافسة بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب الإصابة في مواجهة كريم بنزيما في الجهة المقابلة. ملك الملوك قائد فريق ريال مدريد في هذه من شهر بسبب الإصابة في مواجهة كريم بنزيما في الجهة المقابلة. ملك الملوك قائد فريق ريال مدريد في هذه الليلة. تشيلسي الذي يحضر بثلاث لاعبين في الارتكاز وخمسة في المجموعة على خط الدفاع، يلعب اليوم بكيبا في حراسة المرمى، كوليبالي، تياغو سيلفا، ويسلي فوفانا، ريس جيمس في الرواق الأيمن، شيلويل في الرواق الأيسر، إنزو فرنانديز رفقة كانتي وكوفاتشيتش، وثنائي الخط الأمامي رحيم ستيرلينج رفقة جواو فيليكس. في الجهة المقابلة نادي ريال مدريد من دون مفاجآت كبيرة اليوم في هذه المباراة يلعب بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى نجد داني كارفاخال، على الجهة اليسرى إيدير ميليتاو، فيدريكو فال الأخير أمام فيا ريال بثلاثة اثنين، الفارق كبير بينه وبين برشلونة. ضربة الانتقال كامافينجا يطلبها فينيسيوس، عندما يطلبها تحضر يلعب يلعبها من هنالك مرة ثانية مع كامافينجا. جواو يا سلام، أول كرة من جواو وعكسة سريعة ثلاثة خطيرة، رحيم الراس وفي خطأ، الحكم يصفر خطأ من رحيم. يتحسن كل أسبوع، يتحسن كل يوم، يرجع لرحيم وش متسلل، يدخل رحيم ورحيم، كرة صعبة من هنالك تشيلويل ولكن بعيد. جاء اليسرى بنزيما يسترد على فينيسيوس، كريم بنزيما على كبر سنه 39 سنة، كرة بعيدة سهلة لك، هرب له مازال بنزيما يلعبها ناحية رودريجو استرجع مرة ثانية فينيسيوس جونيور التعادل 0-0 بعد ربع ساعة لعب منذ تسجيل لصالح عناصر نادي ريال مدريد. فالفيردي وبابا فينيسيوس يبحث عن ركلة الجزاء ويبحث عن البطاقة كأس الملك ومباريات أخرى. خالدو كوليبالي جيلويل كارفاخال فينيسيوس وبنزيما وجول. حتى أنت كارفاخال صرت فنانا وصرت ممررا، رائع الكرة من كارفاخال، خطأ في وسط دفاع نادي جيمس خطيرة ثوب الملوك الملكي فينيسيوس بنزيما رودريجو رودريجو بنزيما بين احضان كيبا ري جيمس الارضي جول اول جول ما هذا الثلاثي رودريجو فينيسيوس الذي سجل هدفه 90. الكره من هنالك فينيسيوس هرب جونيور والتوزيعه رائعه وتياغو سيلفا فينيسيوس جونيور يرفع الكره راسيه ربا دافيد الابا ضربها بظهره كانت سهله في اتجاه كيبا بنزيما وتياغو سيلفا خطا من كريم على تياغو فالفيردي وفينيسيوس فالفيردي ريكو فالفيردي اختفى الكرة في ديريج كوفاتشيتش رحيم لوكا مودريج فالفيردي وتوني كروس في وسط الميدان. سهوا قلت بأن بنزيما هو ملك الملوك، لا يوجد ملك سوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرنانديز جواو فينيكس يا بابا رودريجو وكاليدو كوليبالي تفوق بروعة مكسب كبير لمن بنزيما مرة ثانية كريم لوكا مودريج يا سلام عليك يا فينيسيوس وبنزيما ولوكا مودريج في الزاوية. اللاعب الإسباني رودريجو بطاقة صفراء يخرج الحمراء لبن شيلوي دافيد ألابا كيبا بين احضان كيبا هذه المخالفه من النمساوي دافيد ألابا اعطاها له في الزوج خلف فينيسيوس جونيور فينيسيوس كامافينجا في مكان رودريجو
ويدخل أخيرة والتمريرة الأخيرة وأسينسيو جول. أسينسيو جول ثاني للرال. يا سلام على اللعبة وعلى الكرة على خط 18، يلحق مارك أسينسيو ويسجل الهدف الثاني.